ونبقى في نتائج الامتحانات الوزارية، فقد حصدت الطالبة طيب الأحباب من ناحية يثرب على معدل يفوق 97% في الصف السادس العلمي، لتكون ضمن الأوائل المتميزين على مستوى العراق، مؤكدة وأهلها أن المثابرة مع تنظيم الوقت أمران يمكنهما مع الإصرار تحقيق الطموح والهدف المنشود من المسيرة الدراسية. ودعت الأحباب جميع الطلبة إلى عدم هدر الوقت وضرورة بذل الجهود خلال موسم الدراسة وإنهاء معاناة المرحلة النهائية بالوصول للغاية. ويذكر أن صلاح الدين قد حصلت على المركز الأول في نسب النجاح للصف السادس الإعدادي بالفرع الأدبي، ومركزا متقدما بالفرع العلمي على مستوى البلاد. أنا طيبة ماهر عبد علي من محافظة صلاح الدين من ناحية يثرب، حققت معدل 97.57 الحمد لله بفضل بفضل رب العالمين، وبعد تعب طويل وسهر والحمد لله قدرت أحقق المعدل اللي أريده. هو جت من بعد ما دخلت دورات، وأول ما بديت إنه أقرأ وأتعب، ويعني لحد مثلا أوصل مرحلة استسلم، بس أبوي كان يساندني يقولي دائما الصبر الصبر، دائما التزمي بي. وصلت المرحلة اللي قلت له تعبت، هاي هي راح أتوقف، كان يقول أنت كملي والباقي على الله. وبلشت كل ما أصل مرحلة استسلم بيها هي بلش بيها، فأقول هي هاي بعد بس هي هالسنة، ويعني تعب سنة واحدة أحسن من تعب سنتين وثلاثة. أنا بالبداية ما كنت منتظمة، أجي من المعهد قبل أنام وأرد أقعد أقرأ، صح أقرأ تصل ساعات قرايتي يمكن لس ساعات، بس ما كنت أحقق بها اللي أنا أريده. بس بعدين من قمت أرجع من المعهد وما أنام، صحانة مدرسينا إنه ما نرجع ما أنام، لازم أرجع أقرأ لحد وقت معين وبعدين أرجع أكمل دراسة، ورا ما أكملها أروح أنام أخذ رست وبعدين أقعد هم على نفس النظام. كنت داخلة معهد دورات للأمانة تصل 7 ساعات، وما ما كنت أظهر هذا الشيء لأن دون المعهد. بعدين من وصلت المراجعة بداية أيامي كنت أوقت التليفون حتى أقول شو وقت أقرأ عدد ساعات، أصل معين 10 ساعات 11 ساعة أضوج، أنا أقول النهار كله قاعدة قارية ويلا 11 ساعة. بس بعدين أقول أطفي التليفون أنساه، من أرجع أقرأ أنساه توقيت مالتي. بس بعدين أقول أنا قارية أكثر من هذا الشيء والله يجازيني إن شاء الله، وبعدين أرجع أنسى سالفة التوقيت لأن أقول راح يتعبني هذا الشيء، أقول بعد أنا ما قارية هالقد وما ضل وقت. والله صراحة فرحتنا عظيمة، ونشكر الله سبحانه وتعالى عز وجل أنه من علينا بهالفرحة العظيمة هذه. أما بخصوص تشجيع طيبة بنتي، فألاحظها أنا أثناء ما تقرأ وأشوف التعب عليها وأدخل أفتح الباب وأدخل عليها، دائما أقولها ماما أكو إحنا عندنا التعليم شعار بالصبر يهد الجبال، فماما عليك بالصبر بالصبر بالصبر، واتعبي إذا أنت تقرين 7 ساعات أكو طلاب ما تنام الليل، فدائما انت من تتعبين حسي روحك اكو طلاب سهرانه ما تنام تتحقق فد هدف. فانت اذا تيدين طبعا اذا تيدين تصلين فد شيء ما تصلينه بالهين، لازم بالمثابره والسهر والتعب. هذا اللي فرحتكم اليوم. والله فرحتنا عظيمه صراحه، واحنا نشكر قناتكم انه جت، ويعني كذلك راح توصل فرحتنا، واحنا من خلالكم احنا نريد نوجه طبعا شكر وتقدير للأساتذة جميعا، تما ننسى أستاذ إنه جميع أساتذة القلم وجميع أساتذة الباهلي بنات، وأخص أستاذ سنان اللي كان داعم لبنتي صراحة، وكذلك أستاذ يوسف مدير كان له دور فعال بالتوجيه بالإرشاد بالنسبة للطالبات. ماما هيجي صراحة كان له فضل كبير جداً.